الليلة 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 الفرحة الليلة 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 وبلدنا الليلة قد بلاد العالم. الليلة 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 الفرحة الليلة 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 وبلدنا الليلة قد بلاد. وإلى أخبار اتحاد الكرة والمنتخب الوطني، حيث أعلن هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة أن المنتخب سيواجه اليونان وديا يوم 27 مارس من العام المقبل في سويسرا. وقال أبو ريدة في تصريحات إعلامية أنه خلال الساعات المقبلة سيتم الإعلان عن تفاصيل ودية اليونان، موضحا أن مباراة البرتغال الودية ستكون يوم 23 مارس، ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات مونديال روسيا 2018 والتي أسفرت القرعة عن وقوع الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب منتخبات روسيا والسعودية وأوروغواي. وافق الاتحاد المجري لكرة القدم على تعيين طاقم تحكيم لقيادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر لها 18 من يناير المقبل. وكان اتحاد الكرة قد خطب عدد من الاتحادات الأوروبية من أجل تعيين طاقم تحكيم المباراة والتي ستكون في الجولة الأخيرة من الدور الأول للدوري. حدد اتحاد الكرة يناير المقبل موعدا للإعلان عن اسم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأولمبي. وقال محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة أن اجتماع المجلس اليوم يرتكز على تشكيل مجالس إدارات المناطق والفروع على مستوى الجمهورية بجانب برنامج إعداد الفراعنة للمونديال بداية من معسكر مارس المقبل والذي سيقام في سويسرا. كشف سعد أبو صندوق رئيس نادي الرجاء عن طلبه من النادي الأهلي التعاقد مع أحمد حمدي لاعب الوسط في الانتقالات الشتوية المقبلة. وأضاف أبو صندوق أنه عرض على الأهلي استعارة أحمد حمدي في الانتقالات الشتوية وفي انتظار الرد من جانب إدارة النادي الأهلي. ويعد حمدي من العناصر المبشرة في النادي الأهلي حيث شارك في مبارتين مع الفريق الأول وسجل هدف واحد.